الله الرحمن الرحيم، نهني الأمة الإسلامية والمراجع العظام بولادة النبي محمد صلى الله عليه وآله وسلم. بسم الله الرحمن الرحيم، نهني العالم الإسلامي والمراجع العظام بولادة الرسول الأعظم رسول الأمة الإسلامية الرسول محمد صلى الله عليه وآله وسلم، داعين من الله عز وجل بهذه الذكرى أو بهذه المناسبة العظيمة أن يعم الخير والأمان لهذا البلد العظيم. نهني العالم الإسلامي والمراجع العظام بهذه الذكرى الفرحة بولادة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، عسى الله أن يجعله خير لنا وزيارته في الدنيا وشفاعته في الآخرة. اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، نتقدم بحر التهاني والتبريكات إلى مقام صاحب العصر والزمان عجل الله فرجه الشريف بذكرى ولادة منقذ البشرية الرسول الأكرم محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يديم علينا الخير والأمان، وكل عام وأنتم بخير. بسم الله الرحمن الرحيم، نهني الإمام الحجة صاحب عصر الزمان ومراجعنا العظام وأم الإسلامية بولادة نبي الرحمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، كل عام وأنتم ألف خير. بسم الله الرحمن الرحيم، نهنئ العالم الإسلامي بولادة الرسول الأعظم أعاد الله علينا بالخير والبركة، وكل عام وأنتم بألف خير. كل الشكر والحمد لله سبحانه عز وجل على هذه الرحمة التي شملت الكرة الأرضية بأجمعها، وهي تستمر بأنوارها إلى يوم القيامة إن شاء الله بظهور قائم آل محمد صلى الله عليهم وآلهم أجمعين. نهنئ العالم الإسلامي ومراجعنا العظام وصاحب العصر والزمان بمناسبة مولود سيدي ومولاي نبي الرحمة الرسول الأعظم محمد صلى الله عليه وآله وسلم. اللهم احشرنا مع محمد وآل محمد يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. اللهم صل على محمد وآل محمد. أطيب وأزكى التهاني والتبريكات إلى العالم الإسلامي أجمع وإلى مراجعنا العظام بذكرى ولادة نبي الرحمة وخاتم الأنبياء والمرسلين الرسول الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم، سائلين المولى العلي القدير بحق هذه الولادة المباركة الميمونة أن يعم الأمن والأمان على بلادنا وعلى سائر بلاد المسلمين. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل على محمد وآل محمد. نبارك العالم الإسلامي ولادة سيد الكائنات أبي الزهراء محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ونسأل الله المولى العزيز القدير أن يرزقنا شفاعته في الآخرة وزيارته في الدنيا، إنه على كل شيء قدير. بسم الله الرحمن الرحيم، نبارك للأمة الإسلامية مناسبة ولادة سيد الكائنات أبي الزهراء محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذه المناسبة العطرة المتميزة، إنه رسول الإنسانية، إنه أبو الزهراء رسول رب العالمين إلى الإنسانية جمعاء، ليربي الناس على الخلق والصدق والأمانة والإنسانية والتعامل الإنساني والتسامح، وهذه كلها أفكار إيجابية أوصى بها الدين وجسدها الرسول الكريم محمد صلى الله عليه وآله وسلم بسلوكه إلى الناس جميعاً.